السلام عليكم ورحمة الله، ومرحبا بكم إخواني الكرام في هذا المقطع الجديد. كما ترون في عنوان الفيديو وفي الصورة المصغرة، رسميا في هذا المقطع سوف أشارككم طريقة رهيبة بمعنى الكلمة لتطوير اللاعب الأسطوري راشفورد. نعم يا أخي الكريم، مجرب هذه الطريقة سوف يصبح هاكر داخل الملعب. لذلك أخي الكريم، أنصحك بمتابعة المقطع من أوله إلى آخره، وأن تلعب بهذه النسخة لأنها نسخة رهيبة بمعنى الكلمة. المهم، سوف نذهب مباشرة إلى التشكيلة الخاصة بنا، وسوف نقوم بإضافة اللاعب راشفورد. يعني ملاحظة، يجب أن يكون يعني رفقة راشفورد نسختين يعني للإنيم كما تروني أخي الكريم. سوف أقوم بإضافة يعني برونو فرنانديز، ثم يعني اللاعب إنزاغي، ثم سوف أقوم بإضافة اللاعب راشفورد. كما ترون، هذه الطريقة التي سوف أشارككم إياها طريقة أسطورية، سوف أشارككم الطاقات إن شاء الله في آخر المقطع. كما ترون، سوف نذهب مباشرة إلى طريقة التطوير. 4 نقاط في الخانة الأولى، في الخانة الثانية 0، في الخانة التالية يا أخي الكريم 7 نقاط، في الخانة التالية يا أخي الكريم 8 نقاط، وفي آخر خانة يا أخي الكريم 8 نقاط. كما ترون، هذه الطريقة الأسطورية لتطوير راشفورد. كما ترون، يصل معك إلى 97 داخل التشكيلة. ولكن ملاحظة، إذا كنت سوف تلعب مع أصدقائك وسوف يكون السهم الخاص به أزرق يا أخي الكريم أو مرتفع، سوف يصبح داخل الملعب 102. يعني تخيل معي بمثابة لاعب بيك تايم بوستر. المهم يا أخي الكريم، سوف نذهب إلى الطاقات الخاصة بهذا اللاعب. كما ترون يا أخي الكريم، يعني في التحكم في الكرة 82، في وعي الهجوم 83، في جرب الكرة 85 يا أخي الكريم، نعم، ثم في الانحناء 82 يا أخي الكريم، في الفينيش 78، وكما ترون يا أخي الكريم في السرعة 102. رسميا سوف يكون من أسرع، أو لما لا سوف أقول أسرع لاعب داخل اللعبة إن شاء الله. حرفيا يا أخي الكريم، هذا اللاعب سوف يكون هاكر داخل الملعب. في التسارع 96، وفي قوة في الركل يا أخي الكريم 98. يعني تخيل معي أي تسديدة سوف تكون داخل المرمى إن شاء الله. وكما ترون، في الرصيد أو في الخفة 81، وفي قوة التحمل 86 يا أخي الكريم. يعني رسميا هذه النسخة أسطورية بمعنى الكلمة عن تجربة. هذا هو مقطعنا لهذا اليوم، ونلتقي في مقطع جديد بإذن الله.